نحن عم ننقل هالبضاعة نحن هيدي مؤقتا، مش عم ننقلها لنهاجر ولا بدنا نهاجر، نحن راجعين على بلادنا اليوم قبل بكره اذا بيصح لنا. ونحن هلا نحن عم ننقل البضاعة مؤقتا لانه البضاعة بصير فيها تلف ويمكن يصير فيها انه بسبب الشيء عم بيصير من وراء الجدار الصوت والقذائف صار الازاز كليته يمكن مكسر وصار المبنى كله معرض للتلف يعني. بالطبع اسرائيل منزعجه منه، هذا عدو ما بيهمها الجار يكون عم يزدهر وعم يشتغل وعم يبني وعم يساوي وعم ياسس، بهمه هذه هالبلاد هي هي هجرها، بس نحن ما بنتهجر، بنموت هون وخلينا هون بنموت هون وبنشتغل هون.